بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اليوم عندنا هو bond tightening، اللي هو تضييق الحدود او شد الحدود. احنا اخذنا الفيزيبل ريجن مالت الانتجر بروجرامينج، شفنا انه سويناها الريلاكسيشن صارت داخل الفيزيبل ريجن لللينير بروجرامينج للالبيو. بالنسبة احنا سبق اعتقد هم ما حكيت هذا الحكي، قلت بالنسبة للال بي بصورة عامة من الافضل انه نقلل قيودها من نريد نحلها، بينما الانتجر بروجرامينج لا، بالافضل انه نضيف لها حدود اكثر، اقصد الكونسترينتس، العفو، نضيف لها كونسترينتس اكثر على مود نوصف الفيزبل ريجن لها بشكل افضل ونحصل على النتيجة اللي احنا نريدها. فبالنسبة هنا هاي العملية راح نسميها هنا tightening the bounds، تضييق الحدود. تضييق الحدود المن للألبي، يعني قلت الألبي هي موجودة الفيزبل ريجن مالتها حول الانتجر بروجرامين، فأحاول أضيقها على وعسى أحصل على نتيجة جيدة، وبعض الأحيان مباشرة نقدر نحصل الأوبتيمال للآي بي سولوشن. عندنا ملاحظات، ماكو بروسيجر وحيد لهاي العملية، no unique way of conducting bound tightening procedure، ماكو فش طريقة وحيدة، يعني الظاهر اكو اكثر من طريقة، بس حاليا اني بس ركزت على هاي ما طلعت على بقية الطرق. اضافة انه هنها من تقرأ كلمة not cheap يعني مو رخيصة. السبب شنو النوتشي؟ بالذات لما يكون انت عندك الكونسترينت مالتك هو نون لينير، ونون لينير نقصد بيه قد بالكونسترينت عندك اكو دوال مثل اكسبوننشال، دالة مثلثية، تريجونال متريك، وتربيع اس ثلاثة، يعني من هالسوالف هاي. هاي تعتبر نون لينير، نون لينير العفو. هذا اللي يكلف النون تشيب معناها قد تكلف وقت وقت كبير للحل، او قد تكلف عمليات حسابيه كثيره من تريد ترن الالجوريثم مالتها، لان هسه احنا صحيح قاعد اسويها بديه، لكن من عندك انت فد 100 قيد واكثر اكيد، يعني انت بنصير عندك بعد فد 20 قيد، خلينا نقول انت تحتاج الجوريثم ما راح تقدر تحلها بيدك، لان تاخذ وقت طويل. العمليات الحسابيه ايضا تكون مو تشيب، هذا اللي قصد بيه. وثالث شيء انه انت بعض الاحيان مباشرة نقدر نحصل الانتجر الاوبتيمال انتجر سولوشن من هاي العملية، من عملية الباوند تايتنين. نجي هسه على البروسيجر مالته. لكل كواليتي او انكواليتي كونسترينت هاي اول خطوة، اول ستيب ايش راح اسوي؟ راح اخلي لي عداد كي يبدي من الصفر. الخطوة الثانية اختار لي واحدة من الفيربل اللي عندي، خلينا نقول اول واحد الى اليسار، واثبت واقسم على الكوفيشنت مالته. هسه اكس كي الكوفيشنت مالته هو اي سب كي ما يساوي لازم صفر، قسمت المتراجعه مالتي كلها، شوف قسمت هنا وقسمت هنا. في حاله احنا شوف النوع الماخذي هو اقل او يساوي متراجعه، في حاله اذا كان الكوفيشنت مالتك موجب اكبر من الصفر يبقى الاتجاه مالتها، إذا كان سالب اعتيادي احنا نعرف من نقسم على عدد سالب الدرجة حتنقلب، راح تحولها بهالشكل هذا. فأنا راح أغطي نوعين من المتراجعات من القيود. الحالة الخطوة اللي وراها اللي هي ستيب 2، راح أفرض أنه أنا عندي اللور والأبر باوند للإكس أي سب أي مو الكي، البقية عندي هذا رمز الابر باوند يو سب اي، وال سب اي هي رمز اللور باوند. كل متغير اكس سب اي راح اغيره بدلاله ذني الرمزين. في حاله اذا كان القاسم هنا من اقسم الحد الكوفيشنت مالت الاكس سب اي، اذا كان من قسمته على الاي سب كي حاصل القسمه اكبر من الصفر، اعوض بدال المتغير باللور باوند. وإذا كان أكبر هذا إذا كان أكبر من الصفر، إذا كان حصل قسمة أقل من الصفر سالب أعوض بداله الأبر باوند. بالنسبة للمعادلة الثانية نفس الشيء، المتراجعة الثانية يعني بس الاتجاه ده يختلف، قاعدة أنزلها نفسها.
أجهز الخطوة اللي وراها. كل المتغيرات والكوفيشنت اللي هنا بجانب الاكس اي على هالطرف من المتراجعه حول الطرف الثاني، حولت هنا للطرف الثاني. استمر بهاي العمليه لكل المتغيرات. مو خلصت متغير خلينا نقول الاول اكس سب كي، اروح المتغير الصفه هم اقسم نفس العمليه على الكوفيشن مالته ونفس الخطوات اللي سويتها عيده، اقسم عليهم كلهن كل الكوفيشن اللي تابعه، مثلا هسه هاي المعادله هذا كوفيشن وهذا كوفيشن، نفس الخطوات اللي سويتها اطبقهن على اثنينهم. وبعدين الخطوه الرابعه انه اني اخذ من عندهن القاسم المشترك الاعلى The greatest common divisor اللي هنا ما يكون تافه، على شرط ان ما يكون تريفيال، ما يكون واحد. اذا واحد ما اخذه اعلى من الواحد من اثنين وفوق، ياهو الاعلى قاسم مشترك بيناتهم هو هذا اللي اخذه. فهيا تشوفون هسه قسمت المتراجعه للكواليتي على الدي سب اي، رمزت له بالدي سب اي، وبعدين ناخذ الفلور الى هذا الرمز. الفلور قلت اني همينه قبل واعيدها احتمال هم قايله، من تقسم ويطلع عندك فراكشن. اذا الرمز لي جوا هذا، شوف الرمز لي جوا هذا معناه فلور، والفلور اقصد انه اقربه الاقرب انتجر اصغر من عنده. يعني اذا عندي فراكشن واحد ونص الفلور مالته واحد، والسيلينج الرمز مالته بالعكس يجي لي فوق هيجي، يعني هذا اقلبه اسميه يعني اقربه للاثنين، الاعلى شيء اقرب انتجر اعلى من عنده اللي هو اثنين. راح هسه ناخذ اكزامبل. عندي هنا هسه اول عمليه راح اثبت الاكس 1 واقسم على 4، قسمت المتراجعه على 4، وبنفس الوقت نقلت قسمت الستة على 4 ونقلتها لهذا الطرف، هيات نقلته فش طلع عندي 9 على 4 ناقص 6 على 4 اكس 2. هذا الطرف يكون اقل من 9 على 4 حيث الاكس 1 والاكس 2 اكبر يساوي 0. عوض هنا بالاكس 2 بالصفر يطلع نفسه مساوي 9 على 4 يساوي أقل يساوي 9 على 4. عوض بواحد راح يكون هنا تقريبا يطلع 3 أرباع أقل، لأنه 9 على 4 هو 2 وربع. بعدين كل ما تعلي الرقم الموجود قدامه سالب راح دائما العدد يكون سالب، فيكون اعتيادي أصغر منه. إذا اكس 1 أقل أو يساوي من 6 على 4، اكس 2 أقل أو يساوي من 9 على 4. إذا هسه اكس 1 أقل من أو يساوي 9 على 4، هذا هسه راح آخذ له الفلور. اخذت لي الفلور شقد طلع؟ طلع 2 وربع، قربت طلع 2 وربع. اكس 1 اقل، عطفو طلع 2، هذا عدد الانتجر اكس 1 اقل او يساوي 2. اجي هسه المتغير الاخر راح اقسم على 6، متراجعه نفسها هاي راح اقسمها كلها على 6، قسمتها طلع عندي الاكس 2 اقل ويساوي من 9 على 6. 9 على 6 شقد يطلع؟ يطلع تقريبا 1.5. اخذ له الفلور اله، الفلور اله 1. اذا هسه عندي المتغيرات 1 اكس 2 1 والاكس 1 1، القاسم المشترك the greatest common divisor بيناتهم اشقد هو الاثنين. فاذا راح اختار الاثنين، الفي سب اي راح يكون 2، فاقسم المتراجعه مالتي الاصليه على 2. من قسمتها هنا طلع 4 على 2 2، 6 على 2 3، 9 على 2 4.5. اخذ الفلور لانه لاحظ لي فوكشن كان يقول اخذ له الفلور، اخذت الفلور لان لازم كلها اريدها انتجر، فهنا صار عندك 4. اذا هاي هي الكونسترنت الجديد اللي راح نضيفه لمجموعه القيود اللي هو كان عندنا قيد، وصح يصير قيدين للاوبجكتيف فانكشن على مود نرسم المنطقه ونحاول نحصل على احسن حل انتجر. حاول تقرا زين، وعندك هذا هسه مثال اكسرسايز لك واجب. عندنا هنا ثلاث متراجعات، ثلاث اقصد قيود زين، تطبقها على كلهن. يعني الاولى تقسم هنا واحد ماكو داعي، تقسم هنا على هذا، ترجع تطبقه تقسم على هذا، شوف شو يطلع عندك. تجي تقسم هنا على هذا وهذا، هذا على كلهن، يعني خمس مرات تحسبها له، تقسم لي هذا بس على واحد وتشوف القيود الجديده اللي يطلع لك. راح اسد هسه وبعدين نرجع لانه صار هوايه. شكرا.